تنفيذا لمخطط عمل قائد مجموعة الإقليمية للترك الوطني بخنشلة المتضمن تكثيف المداهمات للحد من الجريمة بشتى أشكالها، واستغلالا لمعلومات مؤكدة واردة لأفراد فرقة الأمن والتحرير للدرك الوطني بتوزيانت حول وجود شبكة منظمة تمتهن المتاجرة في المواد المخدرة كيف معالج بين ولاية باتنا وخنشلة عابرين عبر الطريق الوطني رقم 88، أين تم وضع خطة محكمة لوضع حد لهذه الشبكة، حيث أسفرت العملية عن حجز كمية معتبرة من المخدرات والمقدرة ب 1020 غرام من الكيف المعالج زائد سيارتين سياحيتين وتوقيف 5 أشخاص وحجز 9 هواتف نقالة، بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبر من عائدات الجريمة. بعد استكمال التحقيق سيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.